بعدين إذا حبيتوا راجعوا الرواية في مراة العقول صفحة 160 مجلد 26 يقول عن أبي جعفر عليه السلام أبو جعفر يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه قال أبي يوما وعنده أصحابه من منكم تطيب نفسه أن يأخذ جمرة في كفه فيمسكها حتى تطفأ نحن الآن إذا كنا في ذلك المجلس جمرة من نار ملتهبة الإمام يقول من منكم يأخذ هذه الجمرة ويضعها في يده حتى تنطفئ إذا إحنا كنا شنو كان موقفنا الاصعب من هذا قضيه التنور اللي الامام قال له روح اقعد بالتنور في قضيه اخرى من منكم تطيب نفسه ان ياخذ جمره في كفه فيمسكها حتى تطفا قال فكاع الناس كلهم يقول كاع اذا هبته الكل اللي كانوا حاضرين كاعوا وهابوا فقمت وقلت يعني الإمام الباقر قام وقال لأبيه الإمام زين العابدين يا أبه أتأمر أن أفعل أنا أسوي إذا تأمرني فقال ليس إياك عنيت إنما أنت مني وأنا منك بل إياهم أرات وكررها ثلاثا ثم قال ما أكثر الوصف وأقل الفعل إن أهل الفعل قليل إن أهل الفعل قليل ألا وإنا لنعرف أهل الفعل والوصف معا أكو جماعة أيضا أهل الفعل وأهل القول أهل الموقف وما كان هذا منا تعاميا عليكم بل لنبلو أخباركم ونكتب آثاركم فقال والله لكأنما مادت بهم الأرض حياء مما قال حتى إني لأنظر إلى الرجل منهم يرفض عرقا عرق, يعني عرق يسيل ما يرفع عينيه من الأرض فلما رأى ذلك منهم قال الى اخر الروايه